بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، برحب بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنستكمل مع بعض سلسلة حلقاتنا اللي بدأناها في حل الكتاب الشامل على الوحدة الثانية جزء الهرمونات. نيجي مع بعض 150، بيقول ينظم معدل الأيض بالجسم بواسطة مين اللي بينظم عندي معدل الأيض؟ تمام، احنا عرفنا ان في اتنين شغالين على الأيض، يا اما غدة نخامية يا غدة درقية، هما الاتنين دول اللي مهمتهم ضبط معدلات الأيض، فهختار الغدة الدرقية. الصنوبارية لا، تحت المهاد لا، جار درقية برضو لا. 151، يطلق على خلايا جزء اللانجر هانز، ها هل نشاط ولا سكر ولا غدة عظام ولا غدة انفعال؟ عظام يبقى انا بتكلم عن درقية وجار درقية، انفعال يبقى انا بتكلم عن النخاع الكظرية، تمام، غدة النشاط يبقى بتكلم عن الدرقية. انما جزء اللانجر هانز عرف ان هي بتفرز ايه؟ هرمونات السكر، الانسولين والجلوكاجون، فيبقى عندنا غدة منظمة للسكر. حتى هو المفروض ايه يعني، كتب غدة 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 وكتب هنا منظمة، فكان يكتب مثلا غدة السكر. طيب نيجي مع بعض بالنسبة ل 152، قد يفرز هرمون الـ ADH في حالة، هرمون الـ ADH ده اللي هو عندنا مهمته ان هو يقلل من كمية البول ويعيد امتصاصه تاني من النفرونات للدم. طيب هل يا ترى ده هيكون امتى؟ هل في انبساط الأوعية الدموية؟ يعني يفرز عشان يعمل انبساط في لو الأوعية الدموية منبسطة فبالتالي يعمل لها انقباض؟ ايوه فعلا بيعمل انقباض للاوعيه الدمويه. طب نعلم عليها مؤقتا ونشوف. عند ارتفاع ضغط الدم، ضغط الدم لما يكون رافع اصلا هو السبب فيه، هو السبب في ارتفاعه، فلما الضغط يعلى هو يتوقف، العلاقه بينهم علاقه عكسيه، فمش هو السبب في الارتفاع، لما يكون الضغط قليل هو اللي يرفعه، تمام، انما لو مرفوع ما ينفعش يفرز. وجود كميه كبيره من الميه، لا ده لو في ميه كثيره في قلب الجسم هو يتوقف على اساس يتم طرد البول من الجسم، فلاقي عندنا ديت برضو لا تصلح، وبالتالي جميعها سبق لا تصلح، الاقي يبقى واحد بس هي تصلح معايا. 153، نقص هرمون الثيروكسين بعد البلوغ يسبب، هرمون الثيروكسين لما يقل بعد البلوغ يا ترى يسبب ايه يا شباب؟ ها ثيروكسين بعد البلوغ، عرفنا قبل البلوغ بيسبب قماع، تمام، هيفضل قصير قزم لكن راسه وجهه ممكن بالغ. طيب لكن بعد البلوغ ايوه هيحصل مجد سبليما. امال القزامه ده ايه؟ ده عندنا ده هرمون النمو لما يقل في مرحله الطفوله، تمام، وتضخم الجحوظي لما يزيد الهرمون، تمام، او كميه افرازه بتكون عندي بمعدل كبير. واضح كده يا شباب؟ انما النقص يبقى عندنا هنقول له الميكسوديما. يطلق اسم الاسترادايول على هرمون استرادايول، الاستروجين، ماشي كده يا شباب. يعمل هرمون الكالسيتونين على كالسيتونين، ها يرفع كالسيوم ولا يقلل كالسيوم؟ يقلل كالسيوم، صح ولا يرفع؟ كالسيتونين يقلل، يبقى لما الاقي زياده كالسيوم لا، زياده كالسيوم لا، راحوا الاثنين دول. تقليل نسبه الكالسيوم في الدم وسح بها من العظام، وسح بها يعني يقلل في الدم وكمان يسحب من العظم، يبقى لا مفيش سحب من العظم، ده يخزن في العظم، تمام. تقليل نسبه الكالسيوم في الدم ويمنع امتصاصها من العظام، ايوه يعني يحافظ على العظام، يبقى انا عندي الاخيره هي اللي تصلح اجابه. نيجي مع بعض ال 156، من الهرمونات المنشطة للقناة الهضمية، عايزين ننشط عندنا القناة الهضمية، مين مين مين؟ ها كاليستونين ولا كالسيتونين اللي هو بتاع كالسيوم؟ لا، كورتيكوستيرون وكورتيزون ده بتوع الأيض، دول اللي بيفرزوا من القشرة الكسرية، إنما عندنا كليستوستوكاينين، معلش يلا كليستوستوكاينين. تنشأ أعراض القماءة والميكسوديما نتيجة نقص هرمون القماءة والميكسوديما، الاثنين عندنا مين الهرمون اللي بيسيطر عليهم؟ هل ادرينالين؟ لا ده بتاع العصبية. الباراثيرمون ده اللي عندنا بيرفع مستوى الكالسيوم، تمام؟ بروجسترون ده هرمون جنسي خاص بالعملية الجنسية بالتنشيط الرحم أو تجهيز الرحم، تمام؟ والدورة الشهرية والحاجات دي. إنما عندنا القماءة والميكسوديما يبقى إحنا بنتكلم عن الثيروكسين. 158، يعتبر نقط هرمون مسؤول عن الخصوبة، من الهرمون المسؤول عن الخصوبة؟ خصوبة يعني تجهيز الأنثى لعملية التبويض، وده هنجيله في الجهاز التناسلي بالتفصيل، هنلاقي الهرمون بتاعنا اللي هو الـ FSH، البرولاكتين ده بتاع اللبن، حليب، الـ LH ده المصفر اللي بيخرج البويضة، لكن اللي بيجهز لنا البويضة بيصنع حالنا اللي هو الـ FSH ده الأساس، إنما ده خروجها. المنبه للانقباض لما ربنا يكرمها بالسلامة وتبقى حامل وتيجي تولد، نبعت لها المنبه عشان تولد بالسلامة. طيب نيجي مع بعض عندنا من اشهر الاوكسينات، اوكسينات قال لها اوكسينات دي الاسم ده سمعناه فين؟ غريب قوي جه الموضوع ده، ده الهرمون النباتي يا ولد، تمام، فده اسمه اندول، حمض الخليك، وده من الهرمونات النباتيه، تمام. طيب نيجي مع بعض عندنا 160،
سمى نقط الهرمونات بهذا الاسم. ها، مين اللي سمى الهرمونات؟ ما فيش الا هو اخ ستارلينج. من الغدد ذات الافراز المشترك اللي بتفرز اتنين، سواء غدة قنوية او غدة لا قنوية، عندنا البن كرياس. طب العرقية بتفرز عرق، تمام. الجارة الدرقية بتفرز هرمونات. اللعابية بتفرز لعاب فيه انزيمات، تمام، انما ما بيفرزوش هرمونات، لا دي ولا دي بتفرز هرمون، تمام. اي نعم، لا افرازات اخرى. الجارة الدرقية بتفرز هرمونات لكن ليس لها افرازات قنوية. الوحيد اللي شغال عندي افرازين اللي هو البنكرياس، غدة قنوية وغدة لا قنوية. توجد جزر لانجرهانز فين؟ ها، في المعدة ولا في الكبد ولا في الامعاء؟ سهلة اوي الاخ بنكرياس. نيجي مع بعض ال 163، بيقول الشكل المقابل يوضح العلاقة بين مستوى هرمونين سين وصاد ونسبة الكالسيوم في العظام. طيب ادي سين وده صاد، بيقول نسبة الكالسيوم كان مستواها 10، تمام، وفي هرمون عندي بدأ يفرز اللي هو ده. كل ما يفرز الهرمون عندي اجي ابص الاقي عندي نسبة الكالسيوم او تركيزه في العظام وليس في الدم، بدأ يقل بمرور الوقت. كل ما المنحنى بيروح معايا يعني بيقل. مين الهرمون عندي اللي مهمته ان يخلي نسبة الكالسيوم في العظام كل ما ده كل ما يفرز؟ هل الكالسيتونين اللي بيخزن ولا الباراثرمون اللي بيقلل؟ برافو عليك، الباراثرمون اللي بيقلل. فيبقى الصاد عندنا ده هو الباراثرمون. طب وتلاتة؟ المفروض ان هو العكس على طول، يبقى الكالسيتونين، تمام. طيب تعالوا نشوف كده الاجابات. الهرمون صاد يمثل الباراثرمون لانه يقلل من نسبة الكالسيوم في العظام. ايوه فعلا بيحصل الكلام ده. طب نعلم على كده ونشوف اللي بعدها. الكالسيتونين لانه يزيد نسبه الكالسيوم، هل كده بيزيد نسبه الكالسيوم؟ ده كل ما بيروح عند نسبه الكالسيوم بتنخفض، فطبعا دي لا تصلح، يقلل ما ينفعش، تمام. الباراثرمون لانه يزيد نسبه الكالسيوم في الدم. ايوه ما هو بيسحب من العظام ويوديه للدم. الحديد ما مشي معانا برضه ولا لا؟ طيب الاثنين دول صح. ده في الف وجمع، كويس. نيجي مع بعض الرقم 2. الهرمون سين يمثل مين؟ ها، الهرمون سين اللي قدام مننا يا ترى بيمثل مين يا شباب؟ هنلاقي سين عندنا بمرور الوقت بدأ معدله يقل، كميته تقل، تمام، لأنه عكس الهرمون ده كل ما ده تأثيره يزيد كل ما ده عندي ينخفض، تمام. طيب فجاي بيقول لي هل هو كالسيتونين لأنه يقلل نسبة الكالسيوم في العظام؟ هو كالسيتونين بيقلل في العظام؟ رأيكم يا شباب، هل الكالسيتونين يقلل في العظام؟ ما بيقللش في العظام، ده بيزود العظام. الباراثرمون لأنه يزيد نسبة الكالسيوم في العظام، هو الباراثرمون بيزود في العظام ولا بيقلل؟ لا بيقلل، بيسحب من العظام. الكالسيتونين لانه يزيد نسبة الكالسيوم في الدم، هو الكالسيتونين بيزود الدم ولا بيخفض سوء الكالسيوم اللي في الدم؟ يقلل. يبقى كل التعبيرات اللي في النص دي عندي لا تصلح للهرمونات، مش موازي حتى العمل، لكن الاقي عندي لا توجد اجابة صحيحة، فهي فعلا ديت معايا. نيجي مع بعض الرقم 3. النتيجة النهائية لاستمرار هذه الحالة، يعني لما يحصل عندي الموضوع ده بمرور الوقت ايه اللي هيحصل؟ احنا عرفنا مع بعض ان مستوى الكالسيوم بمرور الوقت بدا ينخفض ينخفض كل ما الكالسيوم يقل في العظام. هيجي تشنجات عضليه مؤلمه، نمو عظام الاطراف، نمو عظام الاطراف، يعني احنا بنقلل الكالسيوم عندنا في العظم، هل هينمو العظم؟ لا، تمام. هشاشه في العظام، تشنجات عضليه مؤلمه، يا ترى مين يا شباب؟ ها، بتيجي التشنجات العضليه المؤلمه دي يا شباب لما يكون الكالسيوم في الدم قليل، لكن احنا بمرور الوقت الدم عندي هنا بيزيد في الكالسيوم. الكالسيوم بيزيد في الدم نتيجة ان انا بسحبه من العظم واضخه في قلب الدم، فبالتالي حدوث التشنجات العضلية مش هيحدث، لكن الاساس عندي هيحصل هشاشة في العظام. 164. تظهر حالة القماءة نتيجة، القماءة تظهر نتيجة ايه يا شباب؟ ها، القماءة دي اتكلمنا عنها كتير. زيادة افراز ولا نقص افراز؟ ايوه نقص افراز، يبقى زيادة دي هشيلها. طب النقص بتاع الافراز ده يا ترى في الطفوله ولا في البلوغ ولا البالغين؟ ده قماءه قميه يعني قصير، هيكون ده في الطفوله، يبقى شيل كلمه البالغين. فضل عندي هنا نقص افراز الغده الدرقيه في الطفوله، نقص افراز الثيروكسين في الطفوله، اختار مين يا شباب؟ ها، نقص افراز الغده الدرقيه، ده جايب الغده الدرقيه ككامل مع بعضها، انما هنا جايب لي الهرمون نفسه الاساس، تمام، فهو ده الادق، يعني الاثنين صح بس دي الأصح، ماشي؟ لأن في واي ألف جاب لي الغدة ككل، والغدة بتفرز عندنا الدرقية بتفرز ثيروكسين وكالسيتونين، تمام؟ فأنا كده بتكلم عن هرمونين، لما أقول نقص إفراز الغدة الدرقية في الطفولة أنا كده بتكلم عن هرمونين، وأنا كالسيتونين ما عنديش لدول، فالأفضل عندي إن أنا أختار بتاع مين؟ الثيروكسين فقط. نيجي مع بعض ال 165. انخفاض نسبة الكالسيوم في دم الأنثى الحامل يرجع لنقص هرمون أنثى حامل. احنا عرفنا البيبي اللي في بطنها بيسحب الكالسيوم من دمها. طيب مين المفروض ان هو يعدل لي نسبه الكالسيوم؟ ده احنا عندنا المفروض هرمون الباراثرمون هو اللي يرفع لي نسبه الكالسيوم. طب لو هو قليل
يبقى في الحالة ديت يسبب لي النقص ده، ما بيعوضش يعني، المفروض ان هو يسحب من العظام، تمام؟ لذا احنا قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة ان الحريم فترة الحمل بتاخد حبوب كالسيوم عشان تعوض الكالسيوم اللي بيتم سحبه من دمها للجنين. طب لو ما اديناش لها حبوب الكالسيوم ديت معرضة لهشاشة العظام، لأن الكالسيوم بتاعي بيبقى يسحب من العظام، فالعظم بتاعي يبقى هش. لذا أغلب أمهاتنا تلاقي أسنانها بتقع عند سن الأربعين الخمسين، تلاقي أسنان الأمهات ضعيفة، بالذات الناس اللي هم كبار في السن حاليا، تمام؟ لأن ما كانوش بياخدوا كالسيوم أو ما كانوش بيهتموا بيهم زمان، إلا بقى لو ما شاء الله كانوا عايشين في الفلاحين وبتشرب حليب كل يوم، ففي الحالة ديت خلاص هي بتشرب حليب أو بتاكل لحوم كويسة، خلاص يبقى نسبة الكالسيوم بيتم تعويضها. لكن لو ما كانش بيتم تعويضها بالكالسيوم بصورة مستمرة، هيجي لها تشنجات عضلية، هيجي لها ألم في الأعصاب، تمام؟ هشاشة في العظام، سقوط الأسنان، كل ده بتبقى تغيرات ممكن تحصل بمرور الوقت. 166، تفرز الغدة الدرقية. الغدة الدرقية تفرز عندنا إيه يا شباب؟ ها لسه قايلينها من شوية، ها ثيروكسين وكالسيتو اتنين، يس انت اشرت على طول، تمام. بص الباقيين، باراثرمون لا ده جار درقية، ثيروكسين فقط لا، ثيروكسين وباراثرمون ده درقية وده جار درقية، لا يصلح الاثنين.